من الدولة على أجور العمال أو على تنظيمات العمال النقابية أو على إضرابات العمال لابد إن إحنا نواجه. وعلشان نواجه الهجوم ده لازم ناخد عدة خطوات. محتاجين نقوي تنظيماتنا النقابية المستقلة، محتاجين نقوي روابط عمال الغزل والنسيج اللي موجودة ما بين مصنع المحلة ومصانع الغزل والنسيج في المحافظات، محتاجين نأكد ونحافظ على حقنا في الإضراب عن العمل اللي بتحاول حكومة محمد مرسي الآن كسره بقوانين الحرب. محمد مرسي والإخوان المسلمين استخدموا في مواجهة إضراب السكة الحديد قانون الحرب، وكلفوا السواقين بالعمل تحت طوع القوات المسلحة وتحت الأوامر العسكرية علشان بيطالبوا بحد أدنى الأجور 1500 جنيه في قطاع السكة الحديد.